الرحلات السياحية الداخلية باتت تطغى على الخارجية، حيث أن أسعارها مقبولة ولم تتأثر بالتغيرات الحاصلة كما حدث بالنسبة للرحلات الخارجية. لسوء الحظ ليس بمقدور أحد تحديد أثر التضخم الذي انعكس على أسعار الرحلات بزيادتها بنسبة 15%. يلعب توجه الروس نحو الداخل الروسي دورا مهما في الحفاظ على مداخل مناطق روسية كاملة في مجال السياحة، خاصة في ظل الانخفاض الكبير الذي يعرفه القطاع لأسباب معروفة. تحظى مناطق كراسنودار وموسكو وسان بطرسبورغ باهتمام متميز دائما، إذ لا يجب نسيان أن هناك 11 مطارا جنوبيا ما زالت مغلقة على مدار عام كامل نتيجة ما يحدث في أوكرانيا كما تعلمون. حافظت وجهات خارجية معروفة بإقبال السياح الروس إلى موقعها ومكانتها لديهم، ومن بينها دون ما منازع تركيا ومصر والإمارات، وهي وجهات مشهورة بجمالها ودفئها وأسعارها أيضاً إذا ما قورنت بسواها. لكن العام الفائت والمرتبط بتفاقم المشكلة حول أوكرانيا أبرز توجهاً محلياً نحو مناطق روسية، من بينها تلك النائية في الشرق الأقصى مثل سخالين وكامتشتاتكا، وليس آخراً جمهوريات القوقاز التي ستنال نصيبها من السياح المحليين خلال أشهر الربيع والصيف القادمة. العالم شاسع وفيه الكثير من الدول. لسوء الحظ لن نتمكن من زيارة العديد منها بسبب الأوضاع كما تعلمون، لكن روسيا بلد كبير وفيها العديد من الوجهات التي تستحق الاهتمام والزيارة. أحب آسيا وغالبا سأذهب إلى الصين إذا فتحت أبوابها للسياح مجددا، وقد زرتها مرارا. فيما يتعلق بالداخل الروسي زرت بحيرة بايكال ومناطق في سيبيريا، لكن تبقى السياحة الخارجية ذات أسعار منافسة مقارنة بسياحة الداخل من وجهة نظري، خاصة عند مقارنة السعر ونوعية الخدمات المقدمة نظير ذلك. زرت تركيا مع ابنتي العام الفائت، كما ذهبنا بعد ذلك إلى أبخازيا وإلى مدن روسية بينها تولا وفلاديمير وفورونيج على متن سيارة خاصة. كنا في بيلاروسيا في فترة أعياد الميلاد الماضية ونفكر بالتوجه صوب البحر صيف هذا العام. لا أعلم ما الذي سنقرره نهاية وسط هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار.